السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معايا النهاردة في قناتنا الجميلة، قناة مامت عليا. برحب بيكم في القناة. طبعا بشكركم جدا وبشكر كل اللي متابعينا من أي مكان، أهلا وسهلا بيكم في قناتنا البسيطة المتواضعة، وإن شاء الله كل فيديوهاتنا تعجبكم ونقدم لكم كل ما هو مفيد. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا ومهم قوي ان احنا نسمعه للناس، خاصة الناس اللي بتأسس المطبخ والناس اللي هتبدأ تعمل مطبخ جديد او هتجدد. لك الحمد يا رب، ودايما يا رب كل واحد نفسه في اي حاجة ربنا يديها له ويبارك لنا في بيوتنا وازواجنا جميعا يا رب، اللهم لك الحمد. والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن حاجة جميلة جدا وحاجة كل الناس بتسأل عليها، عن تركيب الرخام. ما تنسيش تدوسي سبسكرايب، ويلا بينا. فين الناس اللي قالت هتدوس سبسكرايب اول ما تعرف الفيديو النهاردة هيتكلم عن ايه؟ يلا هنتكلم عن الرخام بسرعة وهنقول ازاي تركب وايه اللي بيحصل معاه. طبعا لو اتكلمنا من البداية، انا كان عندي طبعا المطبخ الاول في شقتي اللي قبل دي، كانت طبعا برضو ملكي، كنت ساكنة تحت، وبعدين بدلت مع حماتي، هي سكنت مكاني واحنا بنينا ووسعنا، فاخدت عملت حساب المطبخ يكون اوسع، فبالتالي سبت المطبخ القديم وقلت ان شاء الله هعمل، وبالفعل ما عملتش، فضلت كام سنة، ولكن طرقت عليا فكرة قوي لما لقيت ان المطبخ هيتكلف جامد وهيبقى فيه تكلفة عالية، ان ليه ما اعملش رخام في الحيطة ويوفر معايا. لما حسبناها بدأنا نسأل، انا هنا كنت عاملة الحوض الاول، يعني عاملة هنا مكان للحوض، وبدأنا نسأل الأسعار إيه والتكلفة. في الجمال بقى إن التكلفة طلعت فعلا غير ما كنا متخيلين تماما وغير ما كنا عارفين. بدأت أعمل طبعا سيرش في كل مكان وأسأل اللي ركبه هل هينفع إن أنا أعمل جرف، طب أختار إزاي. طبعا أنا عشان عندي الرخام السيراميك في المطبخ لونه بني، فبدأت إن أنا أختار حاجة بني. وما تنسوش برضو تاخدوا بالكم ان لازم يكون الجانب البني ده او اللي انتوا هتعملوه هو الواجهة، يعني ما يحطلكمش القواطع. هوفر عندي مكان طبعا، ووفر خشب، اضافة ان انت هتمسحي على نظافة وهتغسلي وتنظفي المكان بكل سهولة، بشوية بريل وبكل حاجة هتعملي، كل اللي انت هتنظفيه لو هتعملي بعد كده الارفف والدرف. متر الرخام كان بره معاك بقى من اول 400 جنيه 600 800 700 لغايه 2003. الحقيقه طبعا انا كل الناس هتقولي كنت هاتي الاسود او الجالاكسي او البريشيا او انواع كتيره، بس انا طبعا ما كانش ينفع الاسود اجيبه عندي هنا في المطبخ، وبدات ان انا اجيب حاجه تناسب، فما كانش في افضل من الجرانيت الاسواني اللي هو الاحمر ده، وطبعا هو مدي على مبيتي وليه لمعه جميله كده جدا. الاول صراحه كنت مقلقه منه ومش مقتنعه بيه وخايفه، بس بصراحه كان نفسي قوي يبقى عندي مطبخ او رخام او حاجه تظهر مطبخي. طبعا انا سبت الجزء ده فاضي اللي انتم شايفينه ده ما فيهوش رخام، عشان تحسبا لان انا ممكن في المستقبل اجيب حاجه زياده. انا عندي ديب فريزر افقي، وفي مخططي ان انا اجيب اللي هو الرأس الادراج وكده، فبدات من ان انا اعمل البار الصغير ده والمدخل ده يبقى رخام، وعن لغايه العمود لغايه الشباك التاني اللي في الركن ده رخام، وبعده يعني التلات اركان دول رخام. الجزء الفاضي اللي بعد المروحه ده هيكون فيه البوتاجاز، يعني انا هبدا هنا هيتحط رخام، وطبعا هو قاطع في الحيطه ولازق بطريقه جميله جدا بقى مش باينه. انا كنت خايفه قوي على السيراميك بصراحه، وانا كنت هنا حاطه الحوض القديم، بس هنا هخليه المكان الغساله الاوتوماتيك ان شاء الله، وجنبه هحط غسالة الأطباق مكانها بالفعل. طبعا أنا أخوي الله يبارك له ويدي له الصحة والعافية هو اللي عامل لي السباكة بتاعة الشقة، فبالتالي كان منظم عامل حسابه، يعني دايما كان قايل لي يعني اعملي الحوض في الاتجاه ده، وبالفعل أنا هنا لسه هيقطع رخامة وجبت الحلة دي. وبالنسبة للحلة، الحلة برضو كنت مفكرة إن أنا هخش في 1000 جنيه أو الكلام، لا الحلة بالخلاط كلها كلفتني 950 جنيه أو 900 جنيه. الحله طبعا بتبدا ان انت بتختاري حله عريضه او بتاع او صغيره او الارتفاع، انا الحقيقه جبت الحله دي ارتفاعها والعمق بتاعها جدا عالي وجميل وبتاخد كتير، خاصه ان انا بحب قوي اغسل الخضار وبجيب خضار بكميات والكلام ده، فهتناسبي انت تختاري اللي انت عايزاه. انا سبت بقى الركن ده فاضي، احط فيه الثلاجه، سبنسر الميه، اي حاجه بعد كده تحسبا لاي حاجه. فممكن تعملي حاجه بعد كده ما انتيش ضامنه الدنيا هتبقى عامله ازاي، فانا هسيب الجزء ده كله فاضي. طبعا انا كنت منبهه عليه ان هو يجيب الوزر بتاع المطبخ ده عنده، القطع الوزر ده هقول لكم عليه بيتركب فين.
الوزر بقى اللي بيتحط بيمسك من تحت من هنا، ما يبقاش الرخام كده هو هنا. بصوا كمان كان بيقطع رخام صغير وبيلزقه من تحت عشان يبقى ثابت ويبقى متين. صراحة الراجل كان عنده ضمير عالي قوي، كان شغال يعني بصراحة شغل جميل ومقفل حلو، كل ما يعني يقول لي استني بس ما تشوفي في الآخر، كنت شايفاه على كده حلو. والرخام ده ما خليتوش يعمل على الصوم كده، يعني التخانة بتاعة الرخام دي 2 مللي، انا خليته يعمل له الوزر كمان. الوزر اللي هيركب فيه ده بيديله تخانة اكتر وسمك اكتر، بيخلي شكله حلو جدا، بيبقى يعني متصنفر ومبرود بشكل كويس قوي. قسمي المطبخ قبل ما تعمليه، ودايما خلي مساحه فاضيه، ما تضمنيش بعد كده هتجيبي غساله تغيري ثلاجه تعملي حاجه، انك تعملي الرخام في الحيطه كده شكله حلو. طبعا انا عندي العمود اللي في النص ده، كنت مقلقه قوي ان انا مش هعرف اعمل بيه حاجه، وبعدين ايه قلت له لا احنا نخليه رخام من فوق، تعد رخامه من ورا، وابدا ان هو بعد كده يتعمل درفه بقى بتتسحب جرار باي حاجه بقى هتطلع. وبصراحه كانت الفكرة جميلة لما مشيت بيها، رغم ان ناس كتير عرضتني ومش هينفع ومش عارف ايه، لكن او انتي اخترتي نوع مش كويس، لكن بصراحة جميل جدا. طبعا عملت البار اللي من بره ده، الرخامة بتاعته صغيرة مرضي، حبيتش اعملها كبيرة، اللي داخل واللي طالع ما يتخبطش، خاصة ان هي تبقى من بره، فانت لو حابة تعمليها برضو اكبر، تعمليها كراسي تبقى الاكل. انا بالنسبة لي لان عندي رخامة كبيرة، وبرضه زوجي اقترح عليا ان احنا نعمل ترابيزه صغيره لينا في المطبخ. انا عندي سفره بره 8 كراسي، بس عجبني فكره ان يكون في ترابيزه في المطبخ، حتى لو هقعد انفذ عليها اي حاجه او هناكل عليها. بدات فعلا ان انا قلت خلاص المكان الفاضي هيبقى بالشكل ده. بصوا بقى شكل الرخامه البني من قدام حلو فعلا، يعني بالواجهه ناس كتير بتغلط وبتسيب القواطع او بتعمل بالعادي ما بتاخدش بالها. وحاجة كمان لازم تلف وتسأله كويس، يعني أنا في الحمام اللي فوق في أوضتي لما جيت أعمل رخامة للحوض، فجبت حد وطبعا ما سألتش ولا أي حاجة، أنا قلت عايزة حد للرخام، أخد مني 1200 على حتة رخامة كده، يعني اللي هي زيها زي دي ودي أحسن كمان، 1200 وما سواش، يعني ما كانتش ولا حاجة، حاجة عادية جدا. لما بقى جيت في المطبخ بقيت اسال، وخاصه كمان الراجل اللي نفذ لي الرخام ده هو اصم، يعني سبحان الله اصم، لكن دماغه كانت جميله وعبقريه، وكنت بتعامل معاه بالاشاره او اكتب له على ورق وهو يكتب لي. وكذلك طبعا كنت بتعامل طبعا عشان لابس النقاب، فهم بالنسبه لهم حركه الشفايف هي اللي بتظهر الكلام، لكن دايما انا كنت بفهم هو عايز ايه وكنت بكتب له لو انا في اي حاجه. حتى لما كان بيدهن الحاجة وبيدهن وبيعجن كان بيعيد مرة واتنين، وجيت في رخام كنت مختارة رخامة تانية غير دي، بيج خالص اوف وايت تقريبا، فقال لي دي هتنقر مع الوقت وهتتجرح ومش هتنفع معاكي. وبعدين جبت رخامة تانية قال لي لا دي محتاجة يكون تحتها خشب ومع الوقت هتتكسر وتتنقر وتتعمل خالص لان دي مضغوطة، الافضل اللي هو الجرانيت الاسواني ده. طبعا برضو انا استشرت اخويا، هو بره مصر، فبدات اقول له واوريه انواع الرخام، كان فعلا مستقر معايا من قبل ما الراجل يقولي رايه على الجرانيت الاسواني، قال لي لو هتعملي اللون ده والشكل ده يبقى في المطبخ كله، ما تعمليش قطعه تانية مثلا البار حاجه والباقي حاجه تانية، كملي على ده هيعيش ومضمون ومش محتاج نظافه غير بميه وبريل، لا تحطي مواد ولا فلاش ولا مش عارف كلور ولا الكلام ده ولا اي حاجه، استخدام الحاجه تكون بسيطه جدا عليه. طبعا بقى كان بيفنش، يعني بصراحه انا اتبهرت في الاخر. نصيحه مهمه جدا يا بنات، لما تفكروا تعملوا رخام لازم تقفلوا الدنيا، قفلوا الاوض كويس، شيلوا الستاير، شيلوا المواعين، شيلوا البوتاجاز، معرفش يعني، بصي قفلي كل حاجه، لان انا كمان لما جيت عملته انا قفلت الاوض العيال ولميت المطبخ، طبعا ده كان فاضي تماما، لكن عندي الصالون والصاله والمطبخ ده كله مفتوح على بعضه، فبدات ان انا يعني كنا بنغسل الحيطان بخرطوم الميه والدنيا اتبهدلت خالص، وكنا مش بنعرف نتنفس، يعني انا كنت باخد عاليه وينزل تحت عند حماتي لغايه ما يخلص، وابدا اسيب عاليه شويه واطلع ابص، وكنت بتعامل يعني كان صعب قوي، خدنا وقت مجهود في تنظيف البيت كله طبعا من الصفر، يمكن الاوض كانت هينه شويه مش زي بره، بس كان مجهود كبير قوي.
كمان الراجل قال لي نصيحة كمان، قال لي حاولي لما تيجي تنظفي الرخامة ما تكبيش عليها أي مواد مباشرة، يعني مش كلور مباشر، فلاش، منظفات، دايما تكون مخففة جدا، يعني يكون كافي المواد البريل بس أو المواد التانية مخففة جدا، ويفضل إن هو بريل، ومن وقت للتاني امسحي بزيت أو أي حاجة، بزيت مرة في الشهر كده يلمع لك الرخامة، والرخامة دي من بتعيش يعني بشهادة ناس كتير، وانتوا هتلاقوا عندكم نفس الرخامة دي طبعا أغلبكم، لأن أنا شفت ناس كتير في شغل المطبخ الرخامة دي بيشتغلوا عليها. بصوا بقى الراحة النفسية اللي كنت فيها بصراحة، والسعادة والانبساط، أي نعم كان في تعب شديد وإرهاق ومجهود كبير، لكن طلعت بنتيجة حلوة إن أنا عملت اللي أنا عايزاه إلى حد ما، جايز ما خلصتش جزء كبير من المطبخ، ما نفذتش اللي أنا نفسي فيه، ولكن جزء من حاجة بتمناها حصلت على الأقل. أقدر نفسي مفتوحة بقى للطبيخ بقى والحاجات الجميلة دي. الأول أنا كان عندي سفرة الأول في المطبخ يعني كبيرة، رخامة كبيرة، ترابيزة يعني تاخد 12 كرسي عشان المطبخ واسع وكده، بس برضو ما كنتش عارفة احط ادواتي ولا حاجتي، ويمكن دلوقتي برضو مش عارفة، ولكن يكفي ان المنظر العام بعرف اشتغل من فوق، بعرف اطبخ، الدنيا بتتلم في ثواني، بالنظافة سهلة، حطيت ادواتي اللي انا محتاجاها والباقي شلته طبعا، وان شاء الله في انتظار ان النجار بس يقول لنا تكلفة الدرف هتتكلف كام وهختارها ازاي. وخليت طبعا المكان الفاضي ده للغساله الاوتوماتيك بوصلاتها جاهزه زي ما هي، والغساله الاطباق جنبها طبعا، ووصلتها طبعا معاها الوصلات بتاعتها جاهزه وكل حاجه. حطيت المجات بقى، اللذيذ بقى ان ورا العمود بقى انا استغليته بقى للحاجات بقى، زي الخلاط، الحاجات اللي من العلب البلاستيك اللي بحتاجها باستمرار، بدات ان انا احط الحاجات اوريدي بالفعل او بالظبط المهمه يعني. انا نفسي اطلع بقى الحلل بتاعتي والحاجات الجديده بتاعتي والادوات اللي كنت بحوش حاجات كتيره وكده، لكن ما عرفتش. فطبعا افضل من الاول بكتير يعني، المطبخ كان الاول عندي غير منظم، الحوض بقى طبعا ما فيش رخامه بقى في الماسكه في الحوض، لان الحوض كان يعتبر زي وسط جزيره كده في طقم مطبخ درفتين كده مع بعض، وما كانش بعرف اشتغل عليه خالص، فبالتالي كنت بستخدم حتى غسالة الأطباق بشكل يومي. دلوقتي لا، أنا بستمتع بغسيل المواعين، أنا بغسل المواعين دلوقتي شوية، ممكن بقى في الغسالة لو أنا مش فاضية، غير كده بحاول إن أنا أستغل الحوض في كل حاجة. نيجي بقى للتكلفة المادية، اتكلفت قد إيه؟ طبعا كل ما أجي أفكر إن أنا أعمل أي حاجة في المطبخ يتقال لي لا ده مطبخك بس الرخام عايز له 15,000 جنيه، الرخام عايز له 30 40,000 جنيه، المطبخ عشان تخلصيه مش عارف ايه. فكنت وانا طبعا كان نفسي اعمل مطبخ بقى جميل وعلى ذوقي واختياري ومش عارف ايه، فللاسف ما كنتش عارفه اعمل ده يعني، فبدات بجزء جزء، وده ما فيش مانع ان احنا كلنا نبدا ونعمل حاجه حاجه في بيوتنا ونعمر بيتنا بجزء جزء. فانا بدات بالرخام، والمتر كان عامل 650 بالتركيب، لكن بالتكلفه كلها طبعا مش فاكره اخد كام متر، لكن بالظبط ده هو كان جايبه بالمقاس وبالملي، لدرجه ما فيش حاجه اتبقت منه، جايب بالمقاسات مظبوطه بعدد الوزر بكله. عملتها اخد 5,400، والحوض بالحله بتاعته 900 جنيه، يعني احسب بقى 5,400 و 900 جنيه هيبقى 6,500 و 900، احسبوها بقى عشان انا مش بحب الحسابات. بالشكل ده طبعا انا خليت البوتاجاز هنا، وبدات ان احط بقى الكاتل والحاجات اللي قدامي هنا، حطيت تحت الحوض طبعا انا ما عنديش غاز، انا في الشقه اللي قبل كده كان عندي غاز تحت، وهنا خليت الحوض بقى بالشكل ده، اللوازم يعني، طبعا لسه ما فرشتش باقي الحاجات اللي انا حطاها، انا حاطه هنا بقى جنب الستانلس الاطباق، الستانلس دي خاصه بالاولاد. وهنا بقى طبعا بصوا بقى المكان مستغليه ورا العمود بقى ازاي، حاطه فيه الحاجات اللي انا هحتاجها، ولميت كل حاجه. وهنا بقى بصوا الجزء ده بقى، ده هيتعمل جرار صغير، ده هيتعمل بقى جرار درفة بقى بسيطة كده، لأن أنا حاطة ده استخليتها من العمود. كمان بصراحة يعني نفسيا أنا مرتاحة. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناة ولايك وشير، عمكم ليا بيشجعني ان انا اقدم لكم كل معلومة بعرفها وكل حاجة بعملها. ما تنسونيش في دعمكم بسبسكرايب ولايك وشير للفيديو. تحياتي ليكم.